مشكلة عماد النحاس في مباراة اليوم وجود اللاعب محمود رامبو من البداية على حساب علي دياب في مقارنة بآخر تشكيلة لعبها بها أمام الاتحاد السكندري. رمية تماس حسام حسن يلعبها، شريف إكرامي خرج من مرمى، قبضة اليد يسرى حولها لنص ملعب، لكن سمير فوزي بضربة رأس هيئها لزميله لاعب رامبو اللي بيرسلها أمامية طويلة عند كينيث، ولكن حكم اللقاء قريب يا كل شيء. سقوط كينيث داخل منطقة الجزاء، كرة إلى ربيعة يلعبها في المنتصف عبد الله السعيد، استلام عبد الله مع محاولة تحرك للاعب علي معلول، علي سوليا مرة تانية، علي معلول محاولة تغيير اتجاه اللعب، ادي عبد الله السعيد وعمرو السولية اللي بياتي من الخلف لمساعدة عبد الله السعيد، ودايما في ربط وتعاون ما بين الاثنين. الرامبو قدامنا على الصورة، لعب الارتكاز والكرة تتحول إلى خارج ملعب وأصبحت رمي تماس لمصلحة فريق النادي الأهلي. تحدثنا عن بدلاء الأهلي في لقاء الليلة، بينما الشرقية تمتلك على مقاعد البدلاء عمر رضوان كحارس بديل، أحمد عادل، أحمد صالح، فادي فريد، محمود خالد شيكا، مصطفى عفروتو، وعصام عادل يفتقد لجهود علي دياب، وكذلك علي عفيفي اللي تجددت إصابته بعد ما كان أصيب في مباراة أسوان في لقاء التعادل هناك في أسوان 1-1. أدي تقدم شرقاوي، محمود رامبو يلعب كرة ناحية اليسار إلى كينيث، حاولت اللحاق ولكن كرة طولت، مرت حاول وعمل مجهود وتحصل عليها، ولكن كان الأقرب سعد الدين سمير، سعد اللي تغيب عن المباريات الأخيرة، آخر ثلاث مباريات غاب عن تشكيلة الأهلي بسبب ظروف يعني التحاقه بالتجنيد العسكري. كرة ملعوبة لمصلحة السولية من نص ملعب الأقصى اليمين، استلام رائع ميدو جابر، ميدو بجنبه موجود عبد الله السعيد، حرك عايز يسدد بيجرب حظه بالتصويبه لكن تصطدم بمعتصم سالم، مرتدة الأهلي في ناحية اليمين. محمد هاني، محمد هاني يبص يلعب العرضية لكن تصطدم بإسلام أبو سليمة وخرجت إلى رمية تماس لمصلحة الأهلي. أدي إسلام صاحب آخر هدف سجله فريق الشرقية، كان في شباك أسوان والتعادل 1-1 في مدينة أسوان هناك في إطار لقاءات الجولة رقم 26. جونيور أجاي ناحية الجانب الأيسر ضغط عليه عبد الرحمن حسان وخرجت كرة بكامل محيطها وتحولت إلى رمية تماس لمصلحة فريق الشرقية. أدي الكرة قدامنا في لقطة الإعادة، فعلا محاولة المراوغة والهروب من رقابة عبد الرحمن حسان من النيجيري